القيم السينمائي الكبير وما قدمه من فن وفكر ساهم في تشكيل وجدان الشعوب. نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب. عاش الفن المصري قائدا وملهما وسباقا
وابدا غائبا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه دلوقتي مع الرجل الذي لولا اصراره ودعم المهرجان وقدرته على مواجهه التحديات ما كان هذا المهرجان وما كان هذا اللقاء الذي ننتظره كل عام بين السينمائيين والمبدعين. السيد اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندريه. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا مش برحب، أنا بحيي كل الموجودين على رحلة عطائهم والصورة الجميلة اللي احنا بنديها لمصر. مصر بكرة، مصر المستقبل، مصر اللي مش هتنزل في الحفرة أبدا، مصر اللي تقدر تواجه كل حاجة. مصر المواجهة يمثلها النهارده مهرجان اسكندريه. احنا طول عمرنا دوله معبر، دوله ثقافه، والثقافه فعل على الارض، والمبدعين اللي معانا هم اللي بيصنعوا لنا المستقبل. طول عمر الابداع هو اللي بيصنع المستقبل. طول عمر الابداع والثقافه وهي مكون رئيسي مصري. الفعل الانساني لم يفقد تاثيره على الاطلاق، وخصوصا في هذه الدولة. هذه الدولة اللي اجتمعت حول النهر في بداية التاريخ لتكون أمة الأمم، هي دولة النهاردة اللي بتجتمع في الصورة اللي موجودة من حضراتكم حوالين حب الوطن لتصنع مستقبل إن شاء الله يليق بمصر ويليق بالأمة العربية ويليق إن احنا نكون في وسط المتوسط وفي وسط هذه الأمة العربية إن شاء الله. دعوني احيي كل كلمة رجال هنا تنطبق في مفهومنا الشرقي على الراجل والست. الكلمة، الإرادة، المواجهة، التحدي، هذه مواصفات أصيلة. الأمة تشكلت من حضارات عديدة لكن احتفظت امتصت كل هذه الحضارات وصنعت ما نراه على وجوه المصريين من صمود وتحدي وامل. مهرجان اسكندريه وقبليه كان افتتاح الاوبرا عندنا في 26/9، وقبليه كان مهرجان الشباب في قريه ابو قير ب 5000 شاب ب 480 فرقه ب 26 محافظه، بيقول ان احنا بندور على بكره. احنا ما عندناش رفاهية نضيعها في ان احنا ندور على بكرة. نحفز الهمم، نوجد الاداء، نتحرك للامام، نوجد كل ما هو طيب. الحق لازم يسود، الخير لازم يسود، العدل لازم يسود. احنا الحق واحنا الخير واحنا العدل واحنا اللي هنسود. ابقى برحب تماما بال 27 دولة الموجودين. دعم لينا ويد في يدنا واصرار على ان احنا نكمل المسيره معا. بيدعمونا الفنانين اللي موجودين النهارده بيؤدوا دور هائل، رغم ان المراسم النهارده بتقول ان في مجموعه منهم هتبقى موجوده على الستيج، لكن الحقيقه انا هطلب من لجنه المنظمه المهرجان لانهم يستحقوا جميعا التحيه على تشريفهم لينا في اسكندريه اليوم. وبالمره بشكر قوات البحريه لانها لما لقت العدد زاد دبرت لنا هذا المكان. اهلي في وسط بلدي له معنى كبير جدا. احنا بنبعت رساله للعالم كله ان مصر الى الامام رغم انف الحاقدين ومزيد من النجاح والتطور والتقدم ان شاء الله. مهرجان هو نور اسكندريه. بنحتفل بتكريم ايهاب شاهين عن مجمل اعمالها، ودي يعني اول مره تكرم عن مجمل اعمالها. هناك اعمال كتير قبل كده مهرجان اسكندريه. احساسك ايه المره دي؟ لا، كانت جوائز عن افلام، ما كانش تكريم. هو ده اول تكريم في مهرجان اسكندريه. انا اخذت جوائز كتير. انا اول جائزه في حياتي كجائزه دوليه اخذتها كاحسن ممثله عن فيلم ايام الغضب في بدايه الثمانينات.
متصور تقريبا 84، يعني بداية الثمانينات. وبعد كده خدتها بقى كذا مرة، خدتها سنة 96 عن فيلم عليه العوض، 97 دانتيلا، 98 الهروب إلى القمة. فمهرجان اسكندرية يعني ده من أكتر المهرجانات اللي أنا خدت فيها جوائز. 2010 آخر مهرجان كان احتفالية كبيرة، كل أبطال 1-0 وكل صناع الفيلم كلنا خدنا جوائز، ودوني جائزة التفوق والتميز عن فيلم 1-0. فخمس مرات أنا بطلع على المسرح عشان أخد جوائز عن أفلام. بس النهاردة بقى التكريم عن مجمل الأعمال، فلي وقع مختلف أقوى وأجمل، لأنه يعني التكريم كلمة شكر على مشواري، يعني بيأكد لي أن أنا قدرت أعمل حاجة، أعمل بصمة في تاريخ السينما المصرية، قدرت من خلال فني أن أنا أقدم فن جميل ممكن يسعد الناس ويأثر فيهم. فبالتأكيد التكريم بيبقى لي وقع مهم. أنا قبل ما أتكلم على مشاركتي بكلم على إدارة المهرجان وعلى محافظ اسكندرية اللي أصروا يعملوا المهرجان ده، في حد ذاته رسالة للعالم كله أن بلدنا زي ما أنتوا عارفين أن هي بلد الأمن والأمان، فهي ما زالت بلد الأمن والأمان أيا كانت الظروف اللي مرينا بيها، أيا كان الظروف اللي لسه البلد بتمر بيها، إلا أن ما زالت مصر هي بلد الأمن والأمان. انا